الحياة تدب في أوساط الصيادين من جديد، وتعاود قواربهم المشرعة رحلة الصيد التي يستخرجون فيها لحماً طرياً، ويعودون بغلة وفيرة من الأسماك بعدما انزاح عنهم عبء جماعة الموت التي حاربتهم في أرزاقهم وأثقلت كاهلهم بالإتاوات والمغارم. أيوة شلوا علينا، كان الحواثة مجود عربي يفرضوا على كل قلبة 10,000، لو ما استلمها يمسكوا يفرضوا من الدكاكين والصيدليات ومن المعارض بالقوة شلوا مننا الفلوس. والآن؟ الآن الحمد لله ما عاد يتكلم علينا ولا عاد يحكي علينا ولا، الآن البلاد محررة بالكامل، الخوخة والقطابة والحيمة الحمد لله رب العالمين. العمل في حرفة الصيد هو مصدر الدخل الوحيد للكثير من أبناء الساحل الغربي الذين يؤمنون من خلاله لقمة العيش لآلاف الأسر. ومثل دحر الميليشيات من المناطق الساحلية مصدر أمان للكثير من الصيادين الذين عادوا من فورهم إلى مزاولة أعمالهم. كلنا اشتغلنا وأجل حوثة يعني نزعنا لما أجل الحرب، والحمد لله رجعنا للبلاد في رمضان، الآن نشتغل والأمور سابرة، بس معانا ارتيرية مستعانة من الجزيرة حنيف. في عرض البحر ينشد هؤلاء الصيادون رزقا طيبا بعدما أصبح مناله صعبا في البر نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في غالبية الأرض اليمنية منذ 4 سنوات.